ده شنط مصر أقصر وأسرع كابل بحري في تكنولوجيا المعلومات بين الشرق والغرب، وهو أكثرها تأمينا. يربط الكابل المعلومات بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يعزز من مكانة مصر باعتبارها مركزا عالميا لنقل البيانات. شهد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشين الكابل الجديد الذي يبدأ من رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى مدينة بورسعيد. وقد أعلن الوزير أن الموقع الجغرافي المتفرد لمصر يمنحها ميزة استراتيجية كبرى، حيث تمر عبر أراضيها أكثر من 90% من البيانات بين الشرق والغرب. كما أفاد وزير الاتصالات بأن الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية بمصر أدت إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت، لتصبح مصر الأولى على مستوى قارة إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بك معالي الوزير. أشكرك يا فندم على الاستضافة الكريمة وعلى التقدمة المتميزة. أعتقد واجب نهنئك برضو بافتتاح هذا الكابل، لأنه أعتقد أنه واحد من الأحداث المهمة في دنيا يعني الاتصالات ونقل بيانات الإنترنت. أشكرك بالحقيقة، يعني هو بدايته بالفعل الحمد لله يعني خطوة في منتهى الأهمية، يعني الفضل فيها طبعا لزملائي اشتغلوا طوال العام الماضي لإتمام هذا المشروع. يعني عشان نشرح الموضوع ببساطة للسادة المشاهدين، زي ما سيادتك تفضلت، 90% من البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تنقل من خلال المياه الإقليمية المصرية ومن خلال الأراضي المصرية. كان لابد ان احنا نعزز من البنية التحتية المعلوماتية، يعني شبكة الكابلات اللي بتنقل هذه البيانات من على شاطئ البحر الأحمر حين تصل إلى مصر، تنقلها في شبكة بحرية وأرضية إلى شاطئ البحر المتوسط، ثم من البحر المتوسط تبث إلى أوروبا، والمسار العكسي من أوروبا إلى قارتي آسيا وأفريقيا. فكان الهدف هو الحقيقة إن احنا نعزز من البنية التحتية من شبكة الكوابل التي تمر في مصر. خلال عام 2021 حقيقة استثمرنا مليار دولار في تعزيز هذه الشبكة. لكي يعني أوضح ماذا تم من أعمال في هذا، كان لدينا خلال 20 سنة الماضية شبكة محلية طولها 2700 كيلومتر من الكابلات تنقل البيانات من الشرق إلى الغرب. خلال العام الماضي لوحده أنشأنا مسارات زيادة في الشبكة طولها 2700 كيلومتر، يعني في عام واحد أنشأنا مثل ما أنشئ في 20 عام. طب ليه بننشئ المزيد من الكابلات؟ لكي نعزز من قدرتنا على نقل المزيد من البيانات ما بين الشرق والغرب. طيب. ولكي تكون هناك مسارات تبادلية تعزز من قدرتنا التنافسية. اللي احتفلنا النهاردة بإنزال فنم هو أقصر مسار كابلات بين الشرق والغرب، اللي هو المسار المحاذي لقناة السويس. طبعا هذا يعود إلى موقع مصر المتفرد اللي ربنا حبانا بيه. نعم. طب معالي الوزير، يعني لا يخفى على حضرتك وعلى الجميع أنه التطور في دنيا الاتصالات تطور سريع ورهيب، فهل الكابل الأخير أو الأحدث من الناحية الفنية والتقنية يختلف عن الكابلات الأخرى التي تمر عبر الأراضي المصرية من حيث القدرة، من حيث السعة، إلى آخر كل هذه المعلومات؟ بالفعل من حيث السعة يختلف، لأنه كل ما يعني التطور في عالم صناعة الكابلات زي ما سيادتك تفضلت متلاحق وسريع، ومن ثم الكوابل الجديدة تستوعب سعة أكبر من حجم البيانات. هذا الكابل 48 زوج من الألياف الضوئية، وهذا يعني سعة ضخمة جدا. هنا يعني سؤال بيطرح نفسه على كل من يتابع حضرتك، ما هي الفائدة التي تعود على مصر اقتصاديا لكي تنفق هذه الأموال الطائلة في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بمثل هذه المشروعات في نقل المعلومات والكابلات إلى آخره؟ هل هناك مردود اقتصادي، أرباح تجنيها مصر مثلا أو ما شابه؟ طبعا يا فندم، لأن هو يعني نقل البيانات من خلال الأراضي المصرية والمياه الإقليمية المصرية يمكن أن نشبهه بالضبط بنقل البضائع عبر قناة السويس.
حين تنقل بضائع بين الشرق والغرب مرة بقناة السويس، مصر تتقاضى رسوم للسماح بمرور هذه البضائع. نفس بس السياق بتتحسب ازاي مع الوزير؟ بحجم البيانات يا فندم المار، فبنتعاقد مع الشركات التي تنشئ الكابلات البحرية على تمرير البيانات داخل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية المصرية، وهذه البيانات حين تمر من أراضينا ومياهنا الإقليمية نتقاضى رسوما على ذلك. طب هو سر لو سألت حضرتك العائد يعني بتراوح في حدود كام؟ يعني بيختلف من عام إلى آخر، صعب إن أنا أقول لحضرتك رقم، ولكن يعني العائد يقدر بمئات الملايين من الدولار. عظيم. طب على المستوى الشعبي إذا صح التوصيف أو التعبير، هناك من يسأل حضرتك هل في استفادة مباشرة في خدمة الإنترنت التي تقدم لي مع مرور مثل هذه الكابلات وهذه التكنولوجيا المتطورة عبر الأراضي المصرية؟ يعني البعض بيسمع بين الحين والآخر أن الشركات العابرة للحدود عندما يكون في مشروع خاص بها في دولة ما بتلزمها الدولة بتقديم خدمات من نوعية هذا المشروع لمواطنيها، هل هناك أمور شبيهة بهذا؟ يعني هو الموضوعين منفصلين يا فندم. شبكة الإنترنت المحلية وخدمات الإنترنت المحلية لا علاقة لها بالكابلات الدولية المارة في مصر. شبكة الإنترنت المحلية الموجودة في مصر شأنها شأن كل دول العالم التي بها شبكة تقدم خدمات الإنترنت لمواطنيها. الشبكة المخصصة لتمرير البيانات ما بين الشرق والغرب هذه ميزة تختص بها دول قليلة جدا التي يعني تتمتع بموقع جغرافي يمكنها من يعني أن تستفيد منه في تمرير البيانات. احنا الحمد لله واحدة من هذه الدول، لأنه كما قلت هي شأنها شأن قناة السويس بالضبط. البيانات تأتي من الشرق عبر البحر الأحمر، يعني نستضيفها فيما نسميه محطات إنزال نعم. على شاطئ البحر الأحمر، ثم تمرر في شبكة محلية إلى محطات إنزال أخرى على شاطئ البحر المتوسط، ثم تنقل إلى أوروبا. هذه الخدمة نؤديها إلى دول الصديقة المجاورة في غرب آسيا وفي أوروبا وفي إفريقيا، ونتقاضى عليها رسوما. لا علاقة لهذا بملف آخر في منتهى الأهمية أيضا، وهو الإنترنت المحلي. طب نقطة أخيرة وآسف للإطالة إذا كنا أطلنا على حضرتك، هذا الكابل هو الأخير ضمن المشروعات المرتبطة بنقل البيانات أم أنه لا يزال هناك خطط طموحة لإضافة كابلات أخرى؟ وهل المجال مفتوح للاستثمار في هذا الملف مع الوزير أم أنه يعني ملف بسيط لا يستدعي استثمارات أو دعوة لاستثمارات أجنبية أو رأس مال خاص فيه؟ لا، والحقيقة يعني سؤال مهم وتعدد الجوانب، فاسمح لي في عجالة أرد عليه. النقطة الأولى وأهمية هذا الكابل يا فندم، هو زي ما قلت إنه زي ما سيادتك تفضلت في المقدمة، هو أقصر طريق للعبور ما بين الشرق والغرب، اللي هو طريق المحاذي لقناة السويس. الأهمية الثانية تنبع من أن هذا المشروع كان متعثرا منذ أكثر من 20 عاما، ثم الحمد لله وفقنا في تنفيذه في عام واحد. أنا آسف لو قطعتك، ممكن نعرف ليه؟ كان هناك تعقيدات إدارية كثيرة، ثم يعني تعاونت الحقيقة مع زملائي في هيئة قناة السويس، ويعني تمكنا من تسجيل كل العقبات التقنية التي كانت موجودة ل يعني إتمام هذا المشروع، الحقيقة بالتعاون مع هيئة قناة السويس، بالتعاون مع يعني إدارة الإشارة في القوات المسلحة التي نفذت هذا المشروع بالتعاون مع شركة مصرية للاتصالات. فتعاون هذه الجهات مع بعضها البعض هو ما تمكن من تسجيل كل العقبات الفنية، وكانت عقبات فنية يعني بالغة الصعوبة عظيم ومعقدة لإتمام هذا المشروع. يعني النقطة التالية في سؤال سيادتك حول الاستثمار في هذه الكابلات، الحقيقة الكابلات البحرية التي تنقل البيانات من بين القارات كابلات بتتكلف من 600 مليون إلى مليار دولار الكابل الواحد، لذا تكون هناك دائما تحالفات ما بين شركات من دول مختلفة لإنشاء هذه الكابلات. مصر يمر بها الآن حوالي 16 كابل دولي، نسعى إلى المزيد والمزيد من هذه الكابلات، نسعى إن شاء الله إلى إتمام منظومة كابلات تحيط بالقارة الإفريقية لكي نقدم خدمات النفاذ الإنترنت إلى يعني الدول الصديقة في إفريقيا بإذن الله في خلال
العامين القادمين. بشكرك شكرا جزيلا مع الوزير على هذه المشاركة معنا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى.